أن شخصا عائذا بالله من ذلك ارتد وكان قد عمل أعمالا صالحة فارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يتوفاه الله فإن أعماله السابقة لا تحبط، وهذا هو القول الصحيح من قول العلماء. أما قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك فهو مطلق مقيد بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فعلق حبوط العمل على الموت.